السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. المشعل الخالد، إخراج أنور عبد العزيز. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، رسول الله يأمركم بالتهيؤ لغزو الروم. أي يوم قائظ هذا؟ إني لا أكاد أحتمل نفسي من شدة الحر. أترغب في شراب بارد يا أبا خيثمة؟ بل الطعام، الطعام. ماذا أعددت لنا أيتها الزوجة؟ أعددت طعاما لم تذق مثله قط. لحم ضأن في لباب البر. مرحبا بكم قناة محب مسلسلات إذاعية مغربية. وأعددت أيضا شرابا باردا يطفئ حر الهاجرة. قرب الطعام مني يا رعاك الله. ها هو الطعام بين يديك، فكل هنيئا مريئا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا، ارفعي الطعام من امامي، ارفعي الطعام. ما الذي اصابك يا ابا خيثمة؟ قلت لك ارفعي الطعام يا امراه. الم يعجبك الطعام يا ابا خيثمة؟ لا 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 لا، قلت لك ارفعي الطعام. حسنا حسنا، لا تغضب، سارفع، لا تغضب. الطعام علي حرام. نعم الطعام علي حرام، ولكن ما الذي جرى يا ابا خيثمة؟ رسول الله يخرج للجهاد في الشمس والريح والحر، وأنا أنا أبو خيثمة في ظل بارد وطعام شهي. ما هذا بالإنصاف والله؟ ولكن هل تخلفت عن رسول الله؟ إلي بفرسي وسلاحي، سألحق برسول الله. ويحك يا هلال ابن أمية، ألا ترى ما نحن فيه من خزي؟ أي خزي يا كعب بن مالك؟ ليس في المدينة إلا الشيوخ والفتيان، وقد خرج الناس مع رسول الله إلى الجهاد، وها نحن أنا وأنت ومرارة بن الربيع نقعد مع الشيوخ والفتيان وكأننا مقعدون. قد كانت زلة منا أن تخلفنا عن رسول الله، ولكن ما تخلفنا عن سوء نية ولا عن شك أو ارتياب. إن لكل زلة علاجا. أشهر علينا يا كعب، ماذا ترى أن نصنع؟ قد والله كرهت نفسي الطعام والشراب، وأرى أن نتجهز ونلحق برسول الله. إن أبا خيثمة تخلف مثلنا، ولكني سمعت أنه سبقنا إلى اللحاق بجيش المسلمين. فلنلحق بالجيش يا مرارة، لقد مضى عامان على خروج المسلمين، وما أحسب إلا أنهم قد فرغوا من قتال الروم. وليكن، فلنلحق بهم مهما كلف الأمر. الله أكبر. أتسمعان مثل ما أسمع؟ نعم، هذه أصوات المسلمين عند مشارف المدينة. ما أحسب إلا أنهم عادوا من القتال. يا للخزي الذي لحق بنا. كيف سنقابل القوم وقد تخلفنا عنهم؟ إلهي، فلنغلق علينا الأبواب حتى لا يرانا أحد. لن أخرج إلى الأسواق بعد يومي هذا. أما لهذا الليل من آخر؟ ما بالك يا كعب؟ والله يا مرارة، إني لأعبر الأسواق وألقي السلام على الناس فلا يرد علي أقل. أجل، هذا ما ألقاه أنا أيضا يا كعب. إن الناس يعرضون عنا، إذا خطبناهم سكتوا ومضوا في الطريق. لقد ضاقت المدينة في وجوهنا يا ابن أمية.
يا ليت الأرض تنشق وتبتلعنا حتى نستريح من هذا العار. فما كان ضرنا لو أننا سرنا مع رسول الله إلى الجهاد؟ والله ما قعدت عن الجهاد عن شك أو ارتياب ولا عن سوء طوية. فلنمضي إلى رسول الله ونحن في الاعتذار إليه يا كعب. قد فعلت، لقد ذهبت إلى رسول الله والدموع في عيني، وقلت له: والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعرفت كيف أخرج من سخطه بعذر، وإني والله إن حدثتك حديث كذب لترضى عني ليوحي الله إليك لتسخط علي، ولكني سأحدثك حديث صدق على الله أن يعفو عني وتقبل عذري. أنا والله كنت في أيسر حال يوم أن دعوتني للجهاد، ولكن نفسي غلبتني وتخلفت. ها، ماذا كان جواب رسول الله؟ تبسم وقال: قم حتى يقضي الله في أمرك. وكذلك كان الأمر معي، ورحمتك اللهم وغفرانك. اللهم إنك أرحم الراحمين، فلا تتخلى عنا يا رب. أتعرف دار كعب بن مالك أيها الفتى؟ تسأل عن دار كعب بن مالك؟ أجل، ماذا يدهشك أيها الفتى؟ ما رأيت أحدا يسأل عن أو يطرق باب داري منذ عاد المسلمون من تبوك. إني أريده في أمر، فهل لا دللتني على داري؟ لن أذهب معك، ولكني أشير لك إلى داري. انظر أيها الضيف، أترى هذه الدار التي في نهاية الطريق؟ أجل أراها. هذه دار كعب بن مالك. بورك بك أيها الفتى. من أنت؟ كعب بن مالك. أجل، فمن أنت؟ أنا رسول مولاي ملك غسان إليك، وهذه رسالة منه. وما عساه يريد مني مولاك؟ هذه رسالة مولاي بين يديك. بلغني أن صاحبك محمدا قد جفاك، وأن أصحابه تابعوه في هذا الجفاء، وأنك أصبحت وحدك في المدينة لا تلقى إلا الذلة والهوان. فهيا الحق بي في ملكي، فقد أعددت لك مقاما طيبا وإمارة واسعة تتولى. هذا ما بعثني به مولاي جبلة بن الأبهم، فماذا ترى يا ابن مالي؟ ويحك يا هذا، ويظن مولاك أنه يغويني عن دين الله؟ لا والله، لو أعطاني ملكه لما تخليت عن الإسلام. عد إلى مولاك وقل له إن كعب بن مالك لم يهن أمره حتى تشتريه بعرض زائف. بشرى لك يا كعب، بشرى لك. ماذا وراءك أيها الفتى؟ أنت أول من يكلمني من أهل المدينة منذ غزوة تبوك. لقد تاب الله عليك، تاب الله عليك. ماذا تقول؟ تاب الله عليك وعلى صاحبيك اللذين تخلفا معك عن الجهاد، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. الحمد لله، الحمد لله. وإن رسول الله ينتظرك وصاحبيك في المسجد. الحمد لله، والله أيها الفتى لا أملك غير هذا الثوب، فخذه بشارة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. مرحبا بكم على الثلاثة محبين مسلسلات إذاعية مغربية. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. شكرا لله، شكرا لله. هنيئا لك يا كعب بن مالك، وهنيئا لك يا هلال بن أمية، وأنت يا مرارة بن الربيع. هنيئا لنا جميعا، وهيا بنا، هيا بنا نجدد البيعة لرسول الله ونعاهده على الجهاد حتى الموت.